السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دون إلياس من قناة شباب نت. في هذا الفيديو سوف نتعرف على ما هو الدارك نت وكيفية الولوج إليه. طبعا الدارك نت هو كل الانترنت الغير واضح على السطح، أو بمعنى آخر جزء من الشبكة الذي لا تراه مواقع البحث أو تبادل المعلومات الخاصة وسرية بين مجموعة من الأجهزة والشبكات. لا يمكن المستخدم العادي الغير متمرس المرور لهذا العالم إلا بواسطة برامج خاصة واحتياطات وحذر شديد، لأنه قد تتم قرصنتك. إلا أنه طبعا بالتأكيد يوجد بعض الأماكن خطيرة جدا في هذا العالم. أهمية هذا الجزء أنه أكبر بكثير من المحتوى المرئي من الأنترنت، ويقدر حجمه بأنه 500 ضعف محتوى الويب المرئي، أو بمعنى آخر للويب المرئي هو الجزء الذي يمكن الوصول إليه عن طريق محركات البحث، ويتميز أيضا بكفاءة المعلومات الموجودة فيه وكثرتها، ولذا نفقد الكثير من المعرفة في هذا الجزء. سمي هذا الجزء من الانترنت بالإنفيزيبل ويب أو الديب ويب، لأن محركات البحث لا يمكن أن تراه أو تجده بسهولة، أو ببساطة هذا المحتوى غير مصمم ليفهرس أو ليتم رؤيته على محركات البحث. ولنفهم أكثر، يجب أن نعرف كيفية عمل محركات البحث. محتوياته هي قواعد البيانية databases مثل قواعد بيانات منشورات وأرقام تليفونات وأدلة المكتبات، الملفات الغير نصية كPDF والصور وملفات الوورد، البيانات المحمية بكلمة سر، البيانات دائمة التغيير dynamic data مثل الأخبار ومواعيد رحلات الطيران، التعليقات على المقالات، البيانات الموجودة في المواقع الاجتماعية فيسبوك وتويتر، التدوينات، المرجعيات بوك ماركس في مواقع مشاركة المرجعية، أسلحة، مخدرات، دروس وبرامج هاكرز نادرة، أشياء غير أخلاقية إلى آخره. طبعا سوف نتعلم في هذه الحلقة كيفية الولوج لهذا الموقع. هذا الموقع هو خطير جدا، يجب أن يكون لك هدف من زيارة هذه الموقع، لأنه قد يتم قرصنتك ويمكن أخذ بياناتك وستندم بشدة. أول شيء عليك فعله هو تحميل تور، وذلك عبر الولوج إلى هذا الموقع، نسخ الرابط الموجود أسفل الفيديو، تنسخه على محرك البحث لديك. ننتظر 5 ثواني كالعادة. ثم نضغط على عادة باسل انونس، ثم نختار ما هو البرنامج الذي لديك، هل هو مايكروسوفت او ابل او لينكس او اي شيء متوفر لديك. طبعا انا لقد ثبت مايكروسوفت ويندوز. نختار اللغة، ثم نضغط على داونلود. ننتظر بعد الوقت. انا طبعا لقد حملته من قبل، لذا لن احمله من جديد. سوف تظهر لكم مشلد مثل هذا الذي ترونه هنا في الشاشة. سوف تظهر لكم أيقونة مثل هذه، تضغطون على Start Tor Browser. سوف أغلقه وأفتحه من جديد لأريكم. هو سوف تحمل البيانات ثم مباشر. أول شيء عليك فعله هو تغيير هويتك، يعني إخفاء هويتك وتغيير الـ IP لديك. نضغط على نوفل ايدنتيتي، اهو كونفيغري بور يوتيليزي تور، يعني هذا برنامج لكي يتم استعمال تور. سوف نجرب بعض المواقع التي لا يمكن الدخول اليها عبر محركات البحث العادية. سوف نجرب هذا الموقع، ننسخه هنا، ننتظر بعد الوقت. ها هو كما ترون هنا، هذا الموقع لا يمكن الظهور في محركات البحث العادية. كما ترون هنا
فينانسيال سيرفيس، سيرفيس دروكس، دروكس يعني مخدرات إلى آخره، إيروتيك يعني مواقع إباحية، سيرفيس هاكينج يعني قرصنة إلى آخره. سوف نجرب موقع آخر، سوف نجرب هذا مثلا، ننسخه هنا، نضغط على انتر، ننتظر بعد الثواني لأن الإنترنت لدي ثقيل نوعا ما. ننتظر. هذا الموقع الذي سوف ترونه يعتبر بويكيبيديا الإنترنت المظلم، سوف ترونه كما ترون هنا يشبه الويكيبيديا بعض الشيء، إلى أنه ويكيبيديا الإنترنت المظلم. طبعا أعزائي المشاهدين، كان هذا كل شيء في حلقتنا لهذا اليوم. يرجى أتمنى أنكم قد استفدتم من هذا الموضوع، يرجى منكم الضغط على شير ولايك إذا عجبكم الموضوع، وإذا لم يعجبكم من الممكن أن يستفيد به أصدقائكم. دمتم في رعاية الله وحفظه.